الحاجه اللي تفرح اليوم انه ديجيتال نجمنا نوصلوا به للسينما. الحاجه مالو الناس في بالها انه لكانو الوحيدين ولا اثنين الوحيده باش توصل للسينما هي انك تمشي الفيستيفال ولا تصرف برشا فلوس باش تعمل كور ميتراج ولازمك بروديكتور وهم والحاجات هذوما. اما لي خدمنا برشا ان الحاجه هذه ظهرت على اليوتيوب وظهرت في الديجيتال يعني في بلاتفورم. واليوم انه كي بروبوزيتها باش ظهرت في السينما باش تظهر في السينما هي حاجه ياسر 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 فور وحاجه تفرح على الاخر. باش توا العبيد تعرف انه بروديكتور ينجم الى انفيستي في كرياتور دو كونتوني يقول اه اوكي دي نجم هذا يكون غيليزاتور به نجم يجيب اون ايكيب مستنس بها ويعمل حاجه ان برودوي مزيان. خليكم مع ايمان اوف ذا اور الارتيست سامي شافعي. عطي كم مرة يزيد في كلمة أقوى ولا منش نستنى في الإنرجي عطي نستنى حاجة عادية ما أسموها حبا كيسين. Thank you so much. تسويق على سيد الإنساء سامي عرفته 4 سنين تالي من ديجيتال من يوتيوب يطلع يخرج للسينما. هذه ما تنجم كانت حل باب قدام برشا ما بين صناع محتوى اللي اليوم يحلموا كما قاعدين نراو في العالم ينجم هذا يكون موجود في تونس ويكون حتى موجود في العالم العربي. والله عم سوف فاكر انا شفت كيف المخرج حبيت غير الدمعة وما دمعت والله ياسر قوي قديم عم سوف راه عم سوف يرزاها اهم حاجه كل سيبور ماهوش عادي من عند ليكيبا كلهم خدموا ببري سامبوليك على الاخر. وحتى ليكيب ايماج نتاع ليماج في حد ذاتها نتاع الضوء وكل شيء خدموا بلاش فلوس هما بالذات. حاجه لازم الناس تعرفها انه من التو لهذه ساعه ما ندخلوش فلوس من اليوتيوب وما فماش بزنس موديل وما فماش كوم لا حتى شيء. بالعكس انا اول حاجه عملتها كي بديت اليوتيوب انه خدمت روحي بروحي يعني تخدم ليماج نتاعك وتصرف على روحك انت وحدك سباكم سي بديت بسبونسور ولا حاجه هكاك. الناس تبدا تشوف لي الكاليتي نتاعك قاعده تقوى بتي تبتي دونك انت انفيسيت معناتها الكورميتراج معمول بفلوس سي انا معناتها اتس سيلف برودوس دونك لو فيت انه صرفت عليه وظهر الناس بعد يقولوا اه اوكي دونك الكاليتي نتاعو بها دونك جوبونس حاجه تجيب حاجه. معناتها بعد عبد اخر يرمر كيك يقول اوكي دونك هذا نجم نخدم معاه دونك الفلوس ترجع لازم واحد يقمر وكهو. انت تصور وانه في ميم با نص ساعه ولا ميم با كومبلي معناها العبيد بالحق حبوا يشوفوا الحاجه هذه على الاخر. كوميونيتي فيديل اللي خدمنا عليها بوندون 4 يا معلم 4 سنين واحد عاطي من وقت وعاطي من التعب اما سافي بليزير كي تشوفهم بالطريقه هذه ومتحمسين وفرحانين فرحتنا هي فرحتهم من الاخر. راهو بالنسبه لصناعه المحتوى في تونس ان تري غران با اللي صار اليوم معناها انها باتي عديته ريكوجنيشن كبيره برشا يوتيوبر سيدو سينما برافو.